سيوزع الكرة الضغط عليه مراوغة ممتازة رائعة هذه التمريرة وهذه التسديدة كانت رائعة جدا من سيام هو الذي أراد وضع الكرة في الزاوية صعبة انطلق على الجهة اليسرى راغا احتفظ بالكرة ثم كان يبحث عن الزاوية سريحة كرة ناحية القرع ممتاز القرع حافظ على كورتو يحط كرة ممتازة ناحية رفيق سيام يلحق عليها سيام قريبة من الزاوية المحصورة بالقائم العريضة الأفقية وتخرج إلى 5.50 أمتار. هذه هي السرعة التي تحدثنا عليها والمرتدات السريعة من جانب مولودية وهران كرة من القرع ناحية سيام سدد بقوة لكنها مرت قريبة من الزاوية العليا لمرمى الحارس الرحماني من هناك يضيعها أميري وانطلق سيام انطلق سيام من هناك انطلق سيام على الجهة اليسرى هل سيكون الهدف التالي لصالح البلودية توزيع نعم هدف فك الخناق الذي كان مضروب على دفاع بلودية وهران من طرف وداد تلمسان إلى ركنية بعد ذلك توغل اللاعب سيام داخل منطقة العمليات بهذه الكرة الحكم يحتسب ضربة جزاء لمولودية وهران زائد بطاقة صفراء للمدير سيكتب هذه الكرة لصالح مولودية وهران هنا الانطلاق عن طريق ياسين جنينة صعبة خطيرة لصالح المولودية فرصة هدف فظيع أي كرة أهدرت وأي كرة أضعت يا عادل يا جابوت فرصة ثمينة وسامحة لفريق مولودية وهران المسيرة قدم كرة على طبق عادل جابوت بيسرى كرة تغطر عادل جابوت يضيع فرصة افتتاح التسجيل فرصة أخذ الأسبقية هنا بيسرى ملحقش عليها ولكن الكرة عن كنينة أو عن سيام من هناك دائما لفريق مولودية وهران عادل جعبوط يجي من هناك سيام البحث عن العرضية العرضية تأتي من هناك كرة تصل لبنوة دائما أمتار وخمسين في هذه الصورة تزيد يصعب كثير على غرار أيضا فرحان عليا في اليسرى من بعد القرن لعب منه هذه الكرة هذا لاعب سيام ينطرق سيام داخل منطقة العملية تفعله فرصة تضيع للمولودية وتألق من خديرية ويبعد الكرة بعد خطأ من الدفاع ينفرد سيام ينطلق يتوغل ينفرد بالحارس خديرية يوزع في القائم التالي والتدخل كان موفق من الحارس خديرية نشاهد ونتابع الإعادة سيام حط كرة ناحية رفيقه بعد مغلق الزاوية اللعب فاتت هذه الكرة
حمري دائما عاد الجابوت دائما عنده الكرة محاولة من هناك ما فيش وضعية تسلق الحكم انطلق من هناك انطلق صيام ممتازة لفريق مولودية طهران ولكن عودة موفق كرة في الوسط مع بنوة يقدم من هناك كرة بينية نحو صيام السير على الكرة بين صيام وبوشار صيام يتفوق ولكن بوشار يقطع الكرة مرة أخرى لا صيام يبقى دائما عنده الكرة تروح الكرة يا رامي التماس الكرة مباشرة إلى رامي التماس هنا صيام يصارع في هذه الكرة ويتمكن من ربح رمي التماس على هذه الوضعية وعلى هذا التعادل المسجل لحد الآن من أمام السيرفيس راتكو الكرة لفريق مولودية طهران حق عليها صيام يستفيد من ركنية صيام يستفيد من ركنية هي الأولى لفريق مولودية طهران اللاعب مطالب بأن ينهي العملية هاي كرة لمصلحة المولودية مولودية طهران تحاول في هذه المحاولة ولكن المتابعة غير موجودة نتيجة 1-1 بين مولودية طهران وفريق اتحاد العاصمة هنا الخطأ الحكم يقول مخالفة الحكم يقول مخالفة من مكان مهم جدا بالنسبة لعناصر مولودية طهران المخالفة يعلن عليها الحكم إبرير بعد التدخل من مزيان على سيام الحكم إبرير يعلن عن مخالفة من على بعد في ديجاج Box en tout cas ce ballon et attention au contre du côté du FCO, il n'y a rien du tout. Hein. En tout cas l'arbitre et non, l'arbitre qui revient sur l'action. Et ça a été assez facile là pour le gardien. Il suffit de boxer le ballon. On joue la 10e minute de jeu ici à Schleff. Et c'est la FCO qui mène au score 1-0. But inscrit par. Entre ces deux grands clubs qui sont le CRB et la GS Kabylie, l'USM Alger a enfin renoué enfin avec les victoires, la victoire avec en s'imposant devant le Wydad de Tlemcen 2-0. كيلو ناحية بن بوعلي ثم الدفاع يشتت ويبعد هذه الكرة والانطلاقة في هجمة مرتدة لصالح المولودية وأوكيلو ماذا يقول الحكم مخالفة لصالح عناصر مولودية وهران في هذه الأثناء تغيير آخر في صفوف Il devra gagner des points avec 33 points, ça suffit pas pour assurer le maintien, sachant que 4 équipes rétrograderont en fin de saison. Le Wydad de Tlemcen et le RC Rolizen ont déjà dit au revoir à la Liga. On souhaite bonne chance hein, aux coéquipiers de Abdelmoumen Djabou. Ok, et attention à ce centre instantané. Schleff n'a eu besoin d'une seule action dangereuse pour mettre le ballon dans les filets grâce à Suda. Attention à Chauti qui va centrer au deuxième poteau. Et cette tête est sur la liste. Schleff sur ce coup de tête signé Djabout. الحفيظ صيام طلب الكرة بوطيش ينطلق صيام بوطيش متواجد في وضعية تسلل صيام يبقى محافظ على كورتو يمرر من هناك ناحية الظهير الأيسر تسديدة إزماني محمد الأمين إزماني ومولودية وهران تتجه إلى روبا يسترجع علي فاق الانطلاقة من المدين حكم لا يترك اللعب يتواصل يعلن عن الخطأ سياب يتحرك
بحرية، حافظ على كرته يغطيها بهدوء وبرزانة، وتدعم فريقها في هذه المباراة من أجل إنقاذه من شبح السقوط. المولودية دائما لديها الكرة عبر الصيام، يتوغل يغير تماما، رفيق قريب منها صيام أمام المساحة الكافية بعيد عن ضغط عناصر النفاق، يحاول المرور يتوغل ويراوغ، ولكن كرة زياب أمام مجموعة من اللاعبين، وصل كورتو لرفيق.